المؤتمر السابق كان مؤتمر احتفالي بدون انتخابات، بدون يعني تزكيات، بدون تصويت. كلنا طلعنا في قائمة، رئيس الحزب والأمين العام وبقية الأعضاء بنفس الشرعية، وقلنا أنه النظام الداخلي لم يقع مناقشته وتعمل على المقاس. احنا نتمنى أنه الحزب يفتح وينفتح على تياترا، لأنهم هما كثر، ومش معقول أنه من الجهة نقولوا التحقوا يا تياترا ثم نرفضوا إسنادهم بطاقات وأعطاهم يعني الفرصة باش يشاركوا في الحزب. فما يعني انتخابات، فما تزكيات، فما يعني لجنة نظام، هذا كله مش موجود، هذا كله يعني معين. فما ناس بعثت لهم تجميد ولا إعفاء من 2018 في انتظار لجنة نظام، التو يستناو في لجنة نظام، يعني شيء مخجل كي نقولوه. فما ناس يعني إعفاء بالميل، يعني فما إطارات راه مش سلك كان ديوان سياسي، فما المكتب الوطني، فما إطارات جهوية، فما قيادات تاريخية رفضت تسندهم بطاقة. معناتها هذا كل راهو ما حبيش نقولوه، ولكن تهزينا كتلة تشوفوا توما تقول لهم يوصفوا فيهم للأسف الشديد بالقطيع. وإحنا هذا يؤلمنا، حزب هذا يحبوه وحزبنا تربينا فيه، وما يليقش أنه يتسير بهذه الطريقة. مشكل حوكمة، مشكل انفراد بالرأي، استحواذ على هذا الحزب. المؤتمر الدستوري القادم اللي باش يصير في أوت باش نكون احنا مساهمين فيه، احنا أصحاب حق، احنا مؤسسين كيفنا كيف رئيس الحزب، حتى حد من ينجم يلغينا. احنا ثلثين الديوان السياسي بالأغلبية، قرار ممضى منذ 6 أشهر، اليوم المؤتمر على أبواب، فحبينا نفحوا ونكشفوا هذه الأشياء اللي ما تليقش حزب عمره 100 سنة. أخر شيء هو القضاء لإبطال هذا المؤتمر، لأن احنا يهمنا برشا مستقبل الحزب. ما يلزمش الحزب يكون مبني على شخص، لأن شخص ينجم غدوة ياخذ مسؤوليات كبرى في البلاد، ونحبوا نصلحوه لفايدة الجميع. وأول مستفيدة بهذا الإصلاح هي رئيس الحزب، في مصلحتها أنه تعمل حزب حقيقي وتنقص من الأناء، ويعني تحاول تكون عندها قيادة حقيقية شرعية، وتكون زعيمة على قيادات وعلى ناس عندها كفاءة، ما تكونش زعيمة على بعض المعجبين والمعجبات اللي هما في الواقع ما حبيناش نعلموهم الملف اللي وقع اليوم وتقدم اليوم باش يكشف برشا حاجات.